شوفوا معانا مشكلة حصلت بين اتنين، وكل يوم يدخلوا على المخفر متخاصمين. ظابط يفكر ويعقد وهالو المساعدين، وحل المشكلة أصلا عندكم انتم يا مشاهدين، عندكم انتم يا مشاهدين في المخفر في المخفر. لو سمحت لو سمحت لو سمحت، تعرفش القطر جا ولا لسه؟ بهدوء بهدوء. وايه ده اللي بهدوء؟ سيبني عشان اركز. انت مش سالتني سؤال؟ بهدوء عشان اجاوبك. اتفضل. انت بتعمل ايه؟ بهدوء. انت مش سالتني سؤال؟ ايوه. بركز عشان اعرف اجاوبك. بهدوء. بحسبها. بتحسب ايه؟ ما اي حاجه في الدنيا محتاجه حسابات، فانا بحسبها عشان اما اجاوبك ابقى بجاوبك بايه؟ بهدوء. اديك فهمت. لان الصربعه في شغلانتي تخسرني الوفات. حضرتك شغال ايه؟ انا شغال ايه؟ ايوه. جواهرجي. ايه؟ جواهرجي. ايوه. فشغلانتي اي حاجه فيها بحساب. احنا بنقيس الذهب بالجرام، بننحته بالملي عشان ما اغلطش واوزن حاجه زياده او حاجه اقل، او انحت حاجه زياده او حاجه اقل، يبقى انا محتاج ابقى بايه؟ بهدوء. برافو. يعني حضرتك بتشتغل في الذهب؟ في ايه اللي بتعمله ده؟ انا ايه اللي بتعمله؟ بشتغل في الذهب. بشتغل في الذهب. بشتغل في الذهب. يعني انتوا بتكسبوا ذهب؟ لا بنكسب ذهب. لا احنا بنبيعه بس. انما احنا بنكسب عادي زي الناس، بنكسب فلوس عاديه جدا. فلوس كتير. لا فلوس كتير ايه؟ امال فلوس كتير؟ لا هو الذهب اساسا غالي. فاحنا بنبيعه وبنكسب حاجات بسيطه جدا جدا. وبعدين فين وفين؟ هو حضرتك منشد؟ منشد ايه؟ بقول لك فين وفين؟ فين؟ الله. لما بنبيع ايه يا ابني؟ في ايه؟ انت هتقعد كل شويه تقول لي يا ابني اهدى. ايوه اهدى عشان اكلمك بهدوء. دي المشكله. بقول لك فين وفين لما بنبيع حته ذهب. اقول لك على حاجه. وش على ايه؟ على حاجه. على حاجه. ايوه. السوبر ماركت. السوبر ايه؟ الراجل بتاع السوبر ماركت اللي انت واقف تشتري من عنده ده. ايوه. بيكسب اكتر مني. لا بتهرج. بيكسب اكتر مني. ازاي وانت جواهر؟ ايوه بيكسب اكتر منك يا ابني. فيها ايه؟ ما انا جواهرجي بس ببيع. بقول لك فين وفين لما ببيع حته ذهب. أيوة. وبعدين بنكسب عادي زينا زي بقيه الناس. مالك في ايه؟ انت مالك متصربع كده ليه؟ ايوه انا راجل كهربائي. انت راجل كهربائي. كهربائي ولا كهربائي؟ كهربائي حضرتك. كهربائي. بس انت مستعجل كده على طول دايما. أيوة. ايوه. لا مش مستعجل ولا حاجه. انا بس عشان خاطر من كتر الكهرباء فانا كل يوم باخد جرعه معينه من الكهرباء عشان تخلينا اكمل اليوم. انا بقيت مدمن كهرباء. بس وما خدتهاش النهارده. يا ابني في ايه بقى؟ تخليك واقف على بعضك بقى. انت خليتني انا كمان مش فاهم في ايه. لا انا عايزك بهدوء. ما انا بهدوء معاك اهو. بس انت هتلخبط لي حياتي. بتلخبط لي جسمي. كهربة جسمي فيها حاجه حصلت بسببك. ربنا يخلي لك. انت بس عاوز افهم حاجه. عارف انت عشان بتسربع ومتسرع الكلام بيطلع منك مش مظبوط وبتتأتأ وبتقعد تعمل ليه؟ في ايه؟ شكلك متكهرب ولا ايه يا سيدي؟ لا بقول لك انا مش متسرع ولا حاجه. القصه كلها ان انا ما خدتش جرعه الكهرباء بتاعت النهارده، فانا عايز اي سلك عريان اخد منه جرعه الكهرباء. يا ابني انت بقى في ايه يا ابني انت؟ ايه ده بقى كده؟ مالك في ايه؟ ايوه انت متجوز؟ متجوز؟ ايوه. بجد متجوز؟ ايوه. ها؟ ايوه. مراتي نجفة. مراتي ايه؟ نجفة بس علقوها مني. نجفة علقوها مني. ايوه يا ابني اهدى بس. يا ابني عندك عيال؟ عندك كام عيال؟ عندي اربعه. اربع عيال؟ ده كبار ولا صغيرين؟ لا عم اركب لهم مشترك مع بعض. يا ابني مشترك ايه يا ابني؟ عيالك اسميهم ايه؟ عندي سلكه صغيره. سلكه؟ وفيشه ربنا يبارك فيها يا رب، ولمبه ده الكبير.
ده الكبير مش اربعه. طب والرابع؟ الرابع الحمد لله. الرابع الحمد لله فصل مننا الله يرحمه. لا فصل منكم يا ابني، انت مش مظبوط يا ابني، انت مش مظبوط يا ابني، انت مش مظبوط، في حاجه مش مظبوط. لا يا راجل بقى بس لا مش حاجة يا ابني، انت كده هتقطع مني. لا ما تقلقش انا شغال، بس انا عايز اشحن في اي مكان. بس عاوز تشحن؟ ايوه. طيب بص، اي اوضه كده، في اوضه هنا اهو، هتلاقي تخش جوه هتلاقي سلك ولا حاجه، خد منه جرعه. سلك ولا حاجه؟ لا ما هاخد منه جرعه. ايوه اي اوضه في المحطه هنا يا راجل. حقنا بص ايدك يا ابني، عايز الكهرباء تقطع ونخلص. ما انا بقول لك اهو الكهرباء تقطع. أيوة. ليه تقطع ليه؟ ده لها فوايد. الكهرباء لما تقطع ليها فوايد؟ طبعا. ايه فوايد الكهرباء يا سيدي؟ اولا بتخس وتنزل الدهون. اخس وانزل الدهون؟ طبعا. يا اما الكهرباء تقطع اخس وانزل الدهون ازاي؟ انت بتطلع في الاسانسير؟ اه طبعا بطلع في الاسانسير. بيبقى فاصل ساعتها، بتطلع على ايه؟ على السلم. بتخس. اه صح تخيل. ايوه. لا وبعدين بتقوي صلتك بربنا، بتقرب من ربنا. الكهرباء لما تقطع بتقربك من ربنا؟ طبعا. ازاي؟ اول ما الكهرباء تقطع بتقول ايه؟ بقول استغفر الله العظيم. واول ما تيجي الحمد لله. يلا بينا. يلا بينا فين؟ يلا بينا فين؟ صدق صح. أجوة. انت بتقول حاجات صح. ايوه انت بتقول حاجات صح. ايوه انا عارف انا بقول لك ايه. وبعدين بتقوي الصناعه المحليه بتاعت البلد. الكهرباء بتقوي الصناعه المحليه؟ طبعا. ازاي دي بقى؟ مش بتشتري ايه لما الكهرباء بتقطع؟ بشتري شمع. وايه؟ وكبريت. صناعه محليه. أيوة. صح. صح. أيوة. وبتقوي صله الرحم بالاسره. لا دي بقى عجيبه، دي بقى فهمهاني. مش انت بتشتري الشمع؟ اه. بتنوره؟ اه. بتعمل انت والاسره؟ بنتجمع حوالين الشمع. ده صله الرحم. ده ليها فوائد كتيره قوي. طب ما سيبك تقطع بقى، يمكن تتجمع انت وعيالك مع بعضهم. حرام عليك. ايه في ايه طيب؟ اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ مش عارف، عايز عايز اي مكان. ما انا بقول لك اي اوضه في المحطه هنا خش هتلاقي فيها سلك عريان ولا حاجه طالع من الحيطه، امسك فيه واشحن. ماشي. ها؟ هتشحن ولا مش هتشحن؟ الكهرباء بتاعت المحطه تنفع معاك يعني؟ اه. ها؟ لا ليه؟ ما ينفعش معايا. ما ينفعش معاك ليه؟ كهربت المحطه 3 فاز. انا عايز كهرباء بتاعت الشقه العاديه الهاديه البسيطه، بس اخد يا ابني في ايه؟ شحنه. يا ابني انت ايه اللي بتعمله ده؟ شحنه صغيره كده. شحنه صغيره عشان ترجع تاني. اه انما كهربت المحطه ايه دي؟ هتبوظ الدقه يعني هتخليني ما ايه يا ابني في ايه؟ ابص فيها. انما كهربت الشقه البسيطه خالص هي دي اللي بتديني. تخليك ايه؟ تديك تخليك كده اهو. طب بقول لك ايه، ما تيجي نروح المغفر انا وانت، نبص بصه كده يمكن تلاقي إيه؟ كهربا تشحن. هو زناتي ما جاش ليه؟ زناتي بالونه. زناتي بالونه. اه يا ابني ايه يا ابني؟ هو عامل لنا استدعى يا ابني؟ استدعي. اه عامل لنا استدعى. تعالى بس نروح لزناتي بالونه. ايه ده؟ ايه يا ابني في ايه؟ ايه ايه ده في ايه؟ ما انت مش حق عشان قلت لك بالشاحن. انت طب يلا بس تعالى. طيب لا ما تمسكنيش. ليه؟ لا ما تمسكنيش، هتكهربني. يلا اتفضل. يلا بينا نروح نشوف زناتي بالونه. اتفضل. وحل المشكلة أصلا عندكم أنتم يا مشاهدين في المغفر. أيوة يا ابني، بسرعة تجيب لي سحلب من بتاع محسن بيه وقهوة كمان، عايزها بص بن مسحلب. أيوة مالكش دعوة، ومية معدنية على حسابه. آه بسرعة. عليكم السلام. السلام. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ماله ده؟ ماله؟ ماله؟ بس هات سلك. ماله؟ هتقعد تقول ماله؟ هتقعد تقول ماله؟ قوم هات بس بقى سلك. اي سلك؟ سلك عريان ولا متغطي؟ وصل له كهرباء. وصل له كهرباء منين؟ مفيش حاجه عريانه هنا. بس خلاص. بس 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 هتبقى كويس، هتبقى كويس. بس بس ما تمسكنيش. بس بس ايه يا ابني انت وهو؟ بس يا ابني انت اخلص بس. فين محسن بيه؟ في محسن يا ابني مش عاجبك؟ في استدعاء. ما انتوا ما تعرفوش اللي حصل. ايه اللي حصل؟ محسن بيه خلاص في نيتو. مات. لا 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 ما ماتش. خبطوا توك توك امبارح بالليل. طب هو عامل ايه دلوقتي؟ هو ايه التوك توك؟ محسن بيه يا عم. محسن بيه ما حصلوش حاجه، التوك توك هو اللي باظ. التوك توك هو اللي باظ؟ ايوه. ومحسن بيه كويس؟ محسن بيه كويس، بس هو بقى لما التوك توك خبطه نزل في الواد بقى بتاع التوك توك ضرب، والواد بتاع التوك توك يديله بالبوكس، ده يديله بالشلوت، ده يديله بالبنيه، ده يديله مش عارف بايه. مسكوا ببعض وطلعوا على مخفر زاويه ابو مسلم. لا فين مخفر زاويه ابو مسلم؟ هو كان هناك. هو مين؟ ابو مسلم يا عم. لا ابو مسلم ما كانش هناك. امال مين اللي كان؟ مسلم كان هناك. مسلم مين؟ امال راحوا يعملوا ايه لابو مسلم؟ راحوا عشان يشتكوا، يعني محسن بيه يشتكي الواد، والواد يشتكي محسن بيه. يشتكي الواد بتاع ايه؟ بتاع التوك توك. ليه؟ ايه اللي حصل؟ التوك توك خبطه تاني. مش لسه خبطه من شويه؟ هو نفسه. لسه خبطه من شويه. ايوه يا ابني بيقول لك التوك توك خبط محسن بيه في زاويه ابو مسلم. وين كان هناك؟ مين ده؟ ابو مسلم يا ابني. ابو مسلم مين؟ ما هو مش بيقول كده. ما كانش هناك ابو مسلم. امال كان مين اللي هناك؟
ما كانش فيه حد هناك. ماشي وبعدين؟ ولا قبليه؟ جدع انت هو نفس التوك توك اللي خبطه، هو نفس التوك توك اللي خبطه. تالت خبط التوك توك يا حبيبي يا بابا يا ما خبط التوك توك. انتوا بوظتوا لي المعلومات اللي عندي. خلاص قول من الاول. خبطوا توك توك، مسك هو الولاد بتاع التوك توك في بعض، زربوا ديربوا ديربوا زربوا، موتوا بعض ضرب، خدوا بعض على المخفر بتاع زاويه ابو مسلم. يابا يابا يا ابني ايه اللي خبطوا؟ ريحنا بقى. خبطوا توك توك رابع. ايه ده؟ ده كده اتلموا عليه في الجراج بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ هو كان في موقف تكاتك. يا ابني اتخبط في اي حته؟ خلص قول لنا. اتخبط في شارع الهرم عند مشعل وطلعوا على زاويه ابو مسلم. برضو تاني؟ ده مش لسه جاي من هناك؟ ما تخلوني بقى اكمل بقى. ايه زاويه ابو مسلم دي؟ مش عارفينها. زاويه ابو مسلم ده مخفر. ما يابا يما خلاص يا ابني انت بتاخدني معاك في حاجه مش عارفها. استنى بس. المهم محسن بيه لما راح هناك بيقول للظابط بتاع المخفر انا ظابط زيك. قال له ايه اللي يثبت انك ظابط زيي؟ قال له انا ظابط. قال له فين كارنيهك؟ محسن بيه بيدور في جيوبه ماليش الكارنيه. يابا يما يا ابني انت عايش مني ايه يا ابني؟ بتسيبني يا ابني؟ اتخبط فين؟ اتخبط يا عم. استنى بقى. المهم قال له اللي هيعرف ان انا ظابط العسكري زماتي بتاع المخفر اللي في المحطه بعتوا لي امبارح عشان اشهد. رحت وشهدت. ايه اللي هاي؟ مش ايه ده؟ ايه هاي دي؟ رحت وشهدت. رحت شهدت على مين؟ شهدت على محسن بيه طبعا. شهدت على محسن بيه؟ طبعا. هو مين المفروض اللي يتحبس، محسن بيه ولا مين؟ انا كنت رايح عشان هو فاكرني بقى اروح اقول ايوه ده ظابط وهو ده اللي انا شغال معاه. رحت انا بقى عشان انتقم. عمال يشتمني يقول لي يا بالونه يا هيليوم يا عسكري يا شطرنج يا منطاد يا مش عارف ايه. رحت هناك وجات لي الفرصه قلت لهم ما اعرفوش مين ده. قالوا ده الظابط وقعد يغمز لي من بعيد. يا ده انا محسن زناتي. محسن مين؟ ما اعرفكش. ده انا ما اعرفوش اول مره اشوفه ومش ده الرائد بتاع المحطه. انا بقى معايا كارنيهات. قلت لهم انا عسكري زناتي. راحوا قابضين عليه ورمينه في الحجز. قلت له وفرحت وجيت عشان احقق بقى معاكم وعشان اثبت وجودي وعشان اللي هو يثق فيا وعلق دبورتين وابقى زناتي رائد المخفر. فهمت ولا ما فهمتوش؟ وجايبكم دلوقتي عشان احقق معاكم. وايه الصمت الرهيب اللي انتوا فيه ده؟ ما انت يا بني ادم انت وهو. احنا مش سالناه. ما جاوبش ليه على سؤالي؟ ياما يا ابني اخلص يا ابني. ايه اللي حصل لمحسن بيه؟ ايه الايقاع ده؟ محسن هو انا لسه عيد من الاول يا ابني. ايه اللي حصل لنا المشكله وخلصنا؟ محسن بيه انا هقول لكم على القضيه بقى. سيبكم بقى من محسن بيه. محسن بيه خلاص بقى. محسن بيه خلاص. القضيه يا بهوات قضيه سرقه. لا ياما ياما خلص يا ابني. ايوه يا ابني خلص. انت هتجيب العيله كلها. عملت كل شويه تقول لي يابا ياما. الراجل سالناه سؤال ما جاوبش لحد دلوقتي. احنا عايزين نعرف محسن بيه راح فين. ركزوا معايا. ايوه سيبكم من محسن بيه دلوقتي. ماشي هناك يصطفلوا معاه. يصطفلوا ياك ما هناك يصطفلوا. لا انت هتاكل. لا بس يعني ايه يصطفلوا؟ اثبت عندك. اثبت عندك ايه؟ انت فاكرني حنين زي محسن بيه ولا ايه؟ ايه ده؟ ده انت شكلك طبعا. ايه ده؟ انت جيت هنا عند زناتي يا حبيبي. بص لما وقف بقى شبه التوك توك. ايوه ومحسن بيه شال بقى. ما خلاص ما شال. محسن بيه خلاص بقى. الهي ما يرجع البعيد. يعني مش هيبقى رائد؟ لا خلاص ولا رائد ولا نقيب حتى. انت تعرف رائد؟ طبعا. رائد مين؟ اشتغلت معاه مرتين. راهن اعتقال وزفت. لا رائد شرطه. رائد شرطه. أيوة. لا ما اعرفش محسن بيه. انا بس بسمع عنه في المحطه. عادي. انت بقى هنا بتعمل ايه مكانه يعني؟ بعمل ايه مكانه ايه؟ ما انا بحقق معاك. هو انت اسمك ايه يا حبيبي؟ انا اسمي الجواهرجي جوهر. وانت؟ انا فيشة السعداوي. فيشة السعداوي؟ باين عليك فعلا انك فيشة سعداوي. طيب القضيه اللي معانا النهارده قضيه سرقه. سرقه؟ ايوه. ياما يا ابني سيبني بقى. خلينا نسمع الراجل بقى. قول القضيه كده عشان الناس تركز معانا شويه. يلا. اوضه المحصل بتاع المحطه اتسرقت. ياما ياما يا سيبني. اتسرق. استنى بقى ركز. انا منصمه بالعافيه. سيبني عشان احافظ بالعافيه. بالظبط كده. اتسرق منها مبلغ كبير قوي. وطبعا ما كانش في حد موجود في المحطه غيركم انتوا الاثنين. يعني في واحد منكم هو اللي سرقها. والغريب في الموضوع ان الاوضه دي كانت مقفوله بقفل دقيق جدا. اللي دخل منكم بقى وسرق الفلوس دي قدر يفتح القفل بتاع الاوضه دي بسلك رفيع حطه جوه القفل وفتح ودخل. ولما دخل سرق الفلوس وخرج من غير ما يتكهرب. ليه بقى؟ لان في سلك عريان جوه الاوضه. لا انا بتكسف. يابا يابا سلك عريان. لا انا بتكسف. لا احنا جايين هنا عشان نغطيه. انت ايه؟ جايين هنا عشان نغطيه. انت بتقوله تاني؟ ده انت قلبك جامد قوي. ايوه اتفضل كمل. خرج بقى بسرعه عشان ما يتكهربش. وده السبب اللي مخلي المحصل قافل الاوضه عشان محدش يدخل وما ياخدش باله فيتكهرب فيموت. كنت فين انت وهو من ساعه ما دخلتوا المحطه؟ قبل ما جاوب اتفضل. فاهم ولا كلمه من اللي انت قلتها؟
هما بصراحة شوية كده مع بعض أنا قلتهم. شوية إيه؟ شوية كلام كده. شوية كلام قلتهم فاهمهم وأنت بتقولهم؟ في الحقيقة لأ، ما تحرجنيش بقى. طب مش بحرجك ولا حاجة، اتفضل اسأل. ما تحرجنيش. كنت فين أنت وهو بقى؟ نفس أداؤه برضو. الله يلا بقى خلاص راح. كنت فين أنت وهو؟ استنى بس استنى بس، مين نفس أداؤه؟ هو محسن بيه ده، ما تخلينيش أفتكره بقى. هو فينه أساساً؟ يا عم في مغفر زاوية أبو مسلم. يابا ياما. طب ممكن يبقى قابل الراجل هناك مثلا. مين ده؟ أبو مسلم. لا هو زاوية أبو مسلم ده المغفر. المغفر بتاع زاوية أبو مسلم. ما كانش هناك. أصل حد أعرفه هناك. مين ده؟ الواد مسلم. لا ده ابنه. اتفضل كمل. يا عمي كنت فين أنت وهو بقى من ساعة بوقع اللقاء؟ ياما ياما. فينك يا محسن بيه؟ فينك؟ ولا يوم من ايامك يا محسن بيه، ولا يوم من يومك من ايامك يا محسن. خلاص يا حبايبي، ولا يوم من ايامك. خلاص بقى ما تخليش اعيط انا كمان. ولا يوم من ايامك يا محسن. الانصاص قامت والاول. خلاص بقى خلاص بقى خلاص، هدي نفسك هدي نفسك. اتفضل. خلاص كنت فين انت وهو من ساعة ما دخلت المحطة؟ هو ساكت ليه؟ ما احنا واقفين بقالنا ساعة. الراجل انا سألت اهو يا جدع، انت صوتك مش باين. مش باين ازاي؟ قول تاني. ما انا سامع نفسي ليه؟ انت مخلول في دماغك. طيب كنت فين من ساعة ما وصلت المحطة انت وهو؟ انا سيادتك كنت واقف. سيادتك ايه يا باشا؟ انا ابني كنت واقف. ابنك؟ ايوه. ما انت مش ده مكان محسن بيه وانت قاعد مكانه دلوقتي، صح؟ محسن بيه عنده حاجات على كتافه هنا بتخوف. بس 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 الراجل. حبست الراجل يا جبان. طب حاضر. لا حاضر. لا حاضر يا جواهرجي انت وفيشه. لا انا كنت على الرصيف واقف مكاني ما اتحركتش خالص. ايه؟ كنت على الرصيف واقف مكاني ما اتحركتش خالص. يعني كنت لوحدك؟ لا كنت لوحدي لغايه ما الاستاذ جه شرفني ونورني وبقينا اتنين مع بعض واقفين. وانت يا فيشه؟ انت يا فيشه اخلص يا فيشه. انا كنت بدور على سلك عشان اشحن اشحن بيه كهربا، ما لقيتش. قمت راجع تاني لقيت الراجل طيب ده كان واقف يا سيد يا ايه؟ بالونه بالونه. اي فرقه. يا ابني وحقا انا خايف يفرقع. لا عارف محسن بيه كان بيقول برضو يا بالونه، شوف هو فين دلوقتي في زاويه ابو مسلم. تحب ابعتك انت الطلبيه؟ بيقول ايه؟ مش فاهمه. انا مش فاهمه بيقول ايه. مش فاهمه يا ابني. الكلام ده مكتوب عندك في المحضر؟ لا. امال بتجود ليه؟ طيب انا بحب اجود. ما هو تجودك وحش. تجود ده مش متجود اساسا. لا مش متجود، انا جاي اجود هنا. طب يلا اتفضل. ياما ركز بقى معايا يا فيشه بقى. المهم يا فيشه انت قلت ايه من شويه؟ كنت فين؟ فيشه عايزين الناس تركز معانا عشان الشغل بقى، الهمبقه والبمبقه والحمبقه واللمبقه اللي كانت بتحصل زمان وتتوه الناس مش هتحصل بعد كده. هنا في خطوط عريضه لازم الناس تمشي عليها عشان نعرف مين اللي سرق. لا ده اختلف. لا جدا بجد. أيوة. ده اختلف من الاسبوع اللي فات. كنتوا بتتوهوا الناس يا بيه. تعالى كده نشوف الكرسي. بس بس لا كرسي ايه بس؟ ما حدش يعمل حاجه. لا ما حدش يعمل حاجه. بس 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 لا دي بتاعتي. لا دي بس لا دي بتاعتي. سيب اللعبه. لا دي بتاعتي. بابا جايبها. لا دي بتاعتي. بس يا جدع انت وهو. بس بس استحلب زمانه جاي. خلاص احنا قاسين. معلش لا مش هلبسها خالص دي، خلاص من ثالث حلقه وانا رميتها. خلاص قول لنا. طب دلوقتي الراجل ده اتسرق؟ الراجل ده اتسرق عشان خاطر حد دخل. لا حد دخل. بتعملوا ايه يا ابني؟ دخل وما لمس السلك العريان عشان كده ما اتكهربش وخرج تاني بكل دقه. ما لمس ايه؟ واتقان السلك العريان. انا بتكسف. انا بتكسف يا ابني. بتكسف ايه يا؟ بص يا اسمك ايه انت؟ اسمي زناتي بيه. يا زناتي ايه؟ قال لك اسمه بيه. سيبه عشان بس مركب طقم. يا ابني انت اسمع. اسمع اللي بقول لك عليه. انا راجل جواهرجي مش محتاج اخش اوضه اسرقها ولا الحاجات دي كلها. راجل جواهرجي. اهو ده انا زراير الجاكيته بتاعتي ده. انا دلوقتي اقدر اقول لكم اني وصلت المعلومه مهمه جدا. عرفت الحل؟ لا احترت اكتر. برضو اداء وحش. اداء وحش. اداء وحش قوي. خلاص عشان نقفل بقى. بس عشان نقفل. اتفضل اتفضل. ليه ما اتقفلتنا كلنا؟ اتفضل. ومستنيين الجمهور بتاعنا عشان يقول لنا مين اللي سرق والادله باتقان. الحمد لله.